بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم في كليه الطب مع اول محاضره في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تقضوا ايام جميله في كليه الطب، واكيد هتكون ايام جميله ان شاء الله باذن الله، خاصه مع مقرر الهيستولوجي، سواء كنت في كليه طب جامعه الزقازيق او في كليه طب جامعه بورسعيد. ان شاء الله هنستمتع مع بعض بمجموعه من المحاضرات، ويا رب يكون كلها مفيدة وكلها بتقربنا من حياتنا العملية، مش بعيدة عن حياتنا العملية. في أول محاضرة هنتكلم عن الانترودكشن، ومن الانترودكشن هندخل على المايكروتيك، لكن بحب دايما أبدأ محاضرتي الأولانية من أيام الفراعنة، اللي هم حطوا علم التشريح. لو ما كانش فيه عندهم فكرة جيدة عن علم التشريح ما كانوش أجادوا في علم التحليل. طبعا أنت هتقول إحنا بادئين من الحكاية، خلينا بس إيه، مش هنتأخر كتير يعني. بعد كده علم التشريح بدأ يتطور، زي ما إحنا شايفين المجموعة دي في 1700 قاعدين بيشرحوا الهيومن بادي، وخلصوا الهيومن بادي، عرفوا ان الانسان بيتكون من مجموعه من السيستمز، هذه السيستمز بتتعاون مع بعضها علشان في الاخر تكون لنا الهيومن بادي. لكن لو دخلنا على كل سيستم هنلاقيه عباره عن مجموعه من الاورجانز، هذه الاورجانز برضو بتتعاون مع بعضها علشان تقوم بسيرتن فانكشن. يبقى هم وصلوا لايه؟ وصلوا ان الانسان بيتكون من سيستم، والسيستم بيتكون من اورجانز. كويس، اللي قدامنا ده وليكن ده الكارديوفاسكولار سيستم، ده الريسبيراتوري سيستم، ده جزء من الدايجستيف سيستم. الا والكبير بتاعهم، الاستاذ الكبير بتاعهم يعني، قال لهم لا انا مش عاجبني الشغل ده، انا عايز ادخل على تفاصيل اكتر. ده ايه؟ قالوا له الليفر. قال لهم الليفر بيتكون من ايه؟ من رايت لوب وليفت لوب. ايوه، يعني الرايت لوب مختلف عن الليفت لوب، ولا الاثنين ليهم نفس التركيبه؟ طب لو هم ليهم نفس التركيبه، ليه في رايت لوب وفي ليفت لوب؟ طب لو هم ما لهمش نفس التركيبه، نعرفها ازاي الحكايه دي؟ يعني ايه يا باشا؟ قال لهم يعني انا عايز التفاصيل. قالوا خلاص التفاصيل، يبقى لازم نجيب الجهاز اللي فوقنا اللي في اسم المايكرو واسمه الميكروسكوب، نجيبه ونحطه تحتيه الهيومن بادي، نبص. لا مش نافع الحكايه دي، ومش ما شافوش حاجه لما حطوا الهيومن بادي تحت الميكروسكوب. ليه؟ لان الضوء مش عارف يعدي، ما ينفعش اصلا احط الهيومن بادي تحت الميكروسكوب. خلاص يبقى ناخد الليفر بس ونحطه تحت الميكروسكوب، ولا نفع الحكايه دي كمان ان احنا نحط الليفر تحت الميكروسكوب، لان الضوء مش هيعدي. الليفر حاجه كبيره جدا ضخمه. طب وبعدين يبقى احسن حاجه نقطعه حتت، وبعدين ناخد حته صغيره ونحطها ايه تحت الميكروسكوب. برضه ما نفعتش الحكايه دي. ليه؟ لانها تخين. واحد من اللي قاعدين دول قال لهم انا لما كنت في السوبر ماركت لقيت فيه هناك جهاز بيقطع الجبنه الرومي يخليها سلايسز، ايه رايكم نقطع الليفر ده ونحوله لسلايسز؟ يبقى السيكنس بتاعها كويس، نحطه تحت الميكروسكوب نقدر نتفرج على الديتيلز. راحوا لصاحبنا في السوبر ماركت، لقوا فعلا الماشين بتاعتنا شغاله. قال له بص احنا عايزين الليفر بتاعنا يتقطع. قال له لا، شوف انا ما اقدرش اقطع حاجه الا لو كانت هارد، يعني اقطع بسطرمه، جبنه رومي، جبنه فلامنك، لانشون، اي حاجه، لكن تديني حاجه سوفت اقطعها لك ما ينفعش. فانت خلي لي الليفر ده هارد وانا هقطعه لك. رجع صاحبنا ما عملش حاجه، قال لهم حكايه كذا 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 كذا، واحنا عايزين نخلي الليفر ده هارد. طبعا تسمع في المحاضره حطه في الشمس نسيبه ينشف يبقى هارد، طبعا الكلام ده كله مش هينفع، لان انا عايز الليفر هارد وفي نفس الوقت محافظ على الاستراكشر بتاعه. طب اعمل الحكايه دي ازاي؟ من هنا لهنا بص لقى فكره الشمعه دي. قال الله، ده انا لو حطيت الليفر، قطعت حته الليفر اللي انا عايزها وجبت بيكر في شمع وسيحت الشمع ده وحطيت فيه حته الليفر وسبته ينشف بقى هارد. قال كويس قوي. خده وراح للراجل يقطعه له، لقى ايه؟ لقى الشمع بتقطع كويس قوي، لكن الليفر لسه سوفت زي ما هو. ليه بقى؟ هو عمال يفكر يا ترى الشمع ما دخلش ليه جوه الليفر. طبعا الاجابه سهله، لان الليفر بتاعنا مليان ميه، اكتر من 80% منه عبارة عن مية. طيب اشيل المية دي ازاي علشان احط الشمع مكانها؟ طبعا صاحبنا رجع لاصحابه قال له بص احنا ما عندناش حل الحكاية دي غير ان احنا نلوحها بحتة سمنة وشوية زيت. طبعا الكلام ده مش هينفع. طيب نعمل ايه؟ سأله في اسم الكبير، يا اخوانا احنا عايزين ندخل الشمع بتاعنا في الليفر، بس الليفر فيه مية، طب نشيل المية ازاي من الليفر؟ قال لهم بص حط الليفر بتاعك ده، حتة الليفر دي في كحول، لما تحطه في كحول ايه اللي هيحصل؟ الكحول هيشيل الميه ويدخل مكانه. يبقى لما تحط الليفر بتاعك في كحول، الكحول هيشيل الميه ويدخل ايه؟ ويدخل مكانه. يبقى في الحاله دي ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه ميه. طيب هل الكحول هو الماده اللي هتدخل
الشمع جوه الليفر؟ قال له لا مش هينفع برضه. ليه؟ لان الشمع ما بيدوبش في الكحول. طب وبعدين؟ قال له لا بص، بعد ما تخلص حكايه الكحول دي تحطه ببنزين او زيلين. لما تحطه ببنزين او زيلين على طول هنشيل الكحول ونحط مكانه ايه؟ نحط مكانه زيلين. لما بعد كده تحطه في البرافين بتاعك هيقوم البرافين منتشر في الليفر، متخلل الليفر. طب كويس، بقى عندي دلوقتي ايه؟ اللي جوه هارد واللي بره هارد. ناخد بقى السكشن ده ونحطه تحت الميكروسكوب، برضه مش هنشوف حاجه. ليه؟ فيري ثيك. طب وبعدين؟ لا احنا بقى مفيش عندنا حل غير ان احنا نروح كليه الهندسه نعمل جهاز شبه اللي في السوبر ماركت بالظبط، بس بيعمل سلايسز السكنس بتاعها ما يزيدش عن 10 مايكرون. انت عارف المايكرون يعني جزء من الملي. فسموا الجهاز ايه؟ سموه مايكروتوم. هذا المايكروتوم خلاهم يسموا التكنيك ده ايه؟ مايكرو تكنيك، ويعملوا له اسم مخصوص سموه ايه؟ سموه مايكرو اناتوم. يبقى المايكرو اناتوم كان تبع ايه؟ تبع الاناتوم. وجم بتوع الهيستولوجي اخدوه وسموه هيستولوجي، ودي كانت حدوته الهيستولوجي. وده المايكروتوم وهو عمال يتطور ويتطور 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 لحد ما شفناه كمبيوترايزد، والدكتوره بتاعتنا دي بتظبط على الخمسه مايكرون زي ما احنا شايفين، وتاخد السكشنز بتاعتها بالشكل ده علشان تحطها على السلايد نصبغها لك وتتفرج او نتفرج مع بعض على الديتيلز بتاعت الهيومن بيد. عايز اخد حته من الليفر، خلاص عرفت السكه بتاعتي، هاخدها احطها كحول، اشيل الميه، وبعد كده احطها ببنزين او زيلين كمذيب، وبعد كده احطها في البرفن تبقى هارد، اقطعها تبقى سلايسز احطها على السلايد واصبغها، يبقى اقدر اشوف الديتيلز بتاعتي. يبقى لما اتفرج بعد كده تحت الميكروسكوب، شايف لما اصبغ بقى؟ لما اصبغ هتبان الستند بالشكل ده. ايه هو بقى المايكرو تكنيك؟ عندي ثلاث انواع من المايكرو تكنيكس رئيسيين، يعني في بارافين تكنيك اللي حكيت لكم عنه من شويه، وفي سلايدين تكنيك بستخدم فيه السلايدين بدل البارافين، وفي الفريزنج تكنيك، وده كان اقتراح من احد الزملاء وانا بشرح مره في المدرج. قال لي يا دكتور طب وانت تعب نفسك ليه؟ طب ما تعمل فريزنج على طول، حطها في الديب فريزر هتبقى هارد، قطعها واصبغ بس وخلصنا. ودي فكره جميله جدا طبعا. يبقى البارافين تكنيك دي الطريقه اللي بستخدمها في ان انا اشوف الهيستولوجي. طب كويس، ويعني هو انا اشوف الهيستولوجي طبعا عشان اعرف النورمال استراكشر. طب ده يهمني في ايه؟ علشان اشوف الباثولوجي، ولما اشوف الباثولوجي هعرف الباثوجينيسيس، يبقى انا قريب قوي للتريتمنت. يبقى اذا المدخل الرئيسي لي ان انا اعمل تشخيص وعلاج كويس ان انا اكون فاهم الهيستولوجي بتاعي. الطريقه اللي بحضر بيها اسمها ايه؟ اسمها بارافين تكنيك. يبقى لو انا عندي الليفر ده وعايز اتفرج على الاستراكشر بتاعه، اخد جزء منه ما يزيدش عن سنتي في سنتي، وبعدين ده بسميه تيشو سامبلينج، او اخد سامبل من التيشو. صاحبنا اهو بياخد، شايف بص بالمشرط بتاعه بيقطع حته صغيره خالص من الليفر، هيحطها فين؟ هيحطها في الفورمالين اللي هو الفيكستيف. يبقى بعد كده احطها في الفيكستيف اللي هو سواء الفورمالين او سواء كنت بستخدم الزنجر سوليوشن. عندي كذا نوع من الفيكستيف، لكن اشهرها اللي احنا بنستخدمه في المشرحه اللي هو الفورمالدهايد او الفورمالين او 4% فورمالدهايد. دي ماده بتتباع في الصيدليات عادي، يعني اللي هي الفورمالدهايد ده. هحط العينه بتاعتي في الفورمالدهايد، ممكن احتفظ بيها سنين، ممكن 3 سنين 4 سنين براحتي خالص، وانا محافظ على الاستراكشر بتاعي. يعني لو عندي باثولوجي وعايز اتفرج عليه النهارده هعمل لها فيكسيشن واتفرج عليه النهارده. لو عايز اشوفه نفس الباثولوجي نفس السلايد دي اتفرج عليها بعد سنتين ثلاثه عشان اقارنها بحاجه ثانيه، او ابعتها في مكان ثاني او معمل ثاني او دوله ثانيه علشان نبدا نعمل بحث معين، لاقي طول ما انا محتفظ بيها في الفيكستيف وهي محافظه على الاستراكشر بتاعها. يبقى دي فكره الفيكستيف، ان هو بيعمل هاردنس الاول، بيرزيرف الاستراكشر وبيمنع تعفن او البكتيريا تهاجم التيشو بتاعي، وبعدين بيزود الافينيتي اوف ذا تيشو تو ذا ستيننج. عايز اقول لك ان الفيكسيشن ده مرحله ضروريه في عمليه المايكرو تكنيك بتاعي. طب عايز اعمل دهيدريشن، ما تحطهاش بقى في الكحول زي ما قلت لكم في الاول، اقوم حاططها في الكحول 100% عشان امص الميه، والا هدمر الخلايا اللي انا عايز اتفرج عليه. لا انا هضحك على الخلايا، يعني هضحك على الخلايا زي ما صاحبنا بيعمل كده، هيحطها الاول في 50 وبعدين 70 وبعدين 80، اي اهو 50 وبعدين 70 وبعدين 90 95 وبعدين 100. يبقى اذا بعمل جراديوال دي هيدريشن، دي علشان اخد الميه بالراحه احافظ على الاستراكشر بتاع الخليه. طب لو اخدتها بسرعه على طول الخليه يحصل لها شرانكن وهتتدمر مني ومش هعرف اشوف فيها حاجه. يبقى انا علشان احافظ على الاستراكشر بتاعي اعمل لها جراديوال دي هيدريشن. الكليرنج، الكليرنج كلمه معناها
ان التيشو بتاعي بقى كلير. يعني ايه بقى كلير؟ بقى ترانسليوسنت. ليه ترانسليوسنت؟ ان انا شلت منه الميه وشلت منه الكحول، فلما اتفرج عليه كده واحط صباعي وراه يبان صباعي ورا التيشو يعني. يبقى اذا انا باخده من 100% الكحول بعد ما عملت الديهيدريشن احطه في ايه؟ في الزيلين. يبقى انا كده عملت كليرنج. اخده من الزيلين اعمل له امبريجنيشن، احطه الاول في سوفت بارافين بالشكل ده وبعدين في هارد بارافين، يعني مره شويه في الزيت وشويه في ايه؟ في السمنه. بالظبط، هو ده التشبيه، ده بارافين ده زيت وده زيت، او ده زيت وده سمنه ناشفه. يبقى اذا هحطه الاول في الزيت علشان اضمن ان الماده الناعمه دي تقدر تدخل في كل السيلز، بس مش هيعمل لي هاردنس في الاخر. علشان كده هعمل له امبريجنيشن في سوفت بارافين اللي هو في الزيت يعني، وبعد كده احطه اعمل له امبيدنج في ايه؟ في الهارد بارافين اللي هو السمنه اللي احنا شايفينها دي، او الحاجه الناشفه اللي بيبقى الواح ناشفه بالشكل ده، بس بسيحها في البيكر ده واصبه على ايه؟ العينه بتاعتي. بقى عندي هارد بارافين وجواه وجوه السامبل، بسميه بلوك. بسمي ده كله كده بلوك، غير بلوك بتاعنا في السوشيال ميديا. هذا البلوك بحتفظ بيه سنين طويله يعني، زي ما انا عايز طول ما العينه بتاعتي في البلوك وانا مطمن عليه. كويس، بعد كده بقطعها زي ما شايفين الدكتوره بتاعتنا بتقطع، بتحطها على الميكروتوم وتظبط السكنس اللي هي عايزه تتفرج عليه، وتك تك 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 قطعته لسلايسز. بعد كده تاخد السلايس الواحده على السلايد، وبعدين نعمل لها ستيننج. لما نعمل لها ستيننج هنعمل ستيننج بالهيماتوكسيلين واليوسين، ودي المحاضره الوحيده اسمها الستينز، لكن مش هندخل في تفاصيلها ولا انها ما تهمكمش. لكن انا يهمني نعرف ان اهم تو ستينز عندي هي الهيماتوكسيلين واليوسين. ايش معنى الهيماتوكسيلين واليوسين؟ لان انا اعتمدت او اللي هصمم البرنامج ده اعتمد على ان الانسان نيوترال، يعني في اسيتيك استراكشر وفي الكالاين استراكشر. طب ايه رايكم نصبغ الاسيتيك استراكشر لوحدها ونصبغ الالكالاين استراكشر لوحدها؟ طب نصبغها ازاي؟ هنعمل للاسيتيك استراكشر صبغه تكون بيزك تقوم تتفاعل معاه يبان، والبيزك استراكشر نعمل لها اسيديك داي اللي هي الايوسين يقوم تتفاعل معاه ويبان، يقوم يبان جسم الانسان في حتت حمراء لان هي اخره اليوسين، وحتت زرقاء علشان اخره الهيماتوكسيلين، يبقى الكونتراست بتاعي كويس. هتقول لي طب افرض هي نيوترال، الجزئيه اللي انا عايز اتفرج عليها دي هتاخد شويه من الهيماتوكسيلين وتاخد شويه من اليوسين، وتبقى فينت او يعني تديني لون ما بين الاثنين. يبقى اذا بالتو ستينز دول انا هقدر اتفرج على معظم وليس كل الاستراكشرز اللي موجوده في التيشو بتاعي، احط عليها كفر وي واتفرج عليها او افحصها. او لو كنت بتكلم في الباثولوجي فانا بتكلم عن تكنيك طبعا عالي جدا ومفيد جدا ومهم جدا. الادفانتجز اللي احنا استفدناها من البارافين تكنيك ان هو بياخد شورت تايم، يعني العمليه دي كلها ممكن تاخد مني بكتير 48 ساعه. بصبغه بسهوله جدا، هيماتوكسين ويوسين او حتى اذر ستينز بيبقى سهل جدا. ممكن يديني سيريال سيكشنز ورا بعضها، يعني لما اتفرج على الليفر اخد السيكشن ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس ورا السادس، يبقى انا اقدر اعرف الاستراكشر ده حقيقته ايه، مش بس مجرد الرؤيه اللي قدامي دي ايه. لا، لما اخد سيريال سيكشنز ورا بعضها، يعني انت تخيل كده لو انت عاوز تشوف الشنطه دي الاستراكشر بتاعها فيه ايه، تاخد سيكشن ورا سيكشن ورا سيكشن ورا سيكشن، لما تركبهم على بعض يدوك نفس فكره الشنطه دي. يبقى اذا السيريال سيكشن احيانا بيبقى مهم جدا في الريسيرش وورك. طب عيبه ايه؟ عيب السيستم اللي انا استخدمته ده ايه؟ رقم واحد ان انا بستخدم الميه، بشيل الميه واركب الميه، شيل الميه واحط الميه. رقم اتنين انا بحط الزيلول، والزيلول ده مادة مذيبة لكل الدهون. يبقى اذا اي حاجة فيها جلايكوجين او اي استراكشر فيه ليبيدز مش هيبان عندي في الشريحة بتاعتي، علشان كده هلجأ لي ميثودز تانية غير البارافين تكنيك. العيب التاني it is not ideal for histochemistry. يعني ايه histochemistry؟ يعني لو عايز اشوف الكيمياء بتاعت النسيج بتاعي مش هعرف هلجأ للبارافين تكنيك. ليه؟ لان انا تدخلت مع الكيمياء بتاعته، لما استخدمت الكحول والدايدريشن والزيلين ما عدتش الكيمياء بتاعتي زي الاصل خالص، ده انا يا دوب هشوف منها الاسيتيك استراكشر والبيزك استراكشر. اما الكيمياء بتاعتي لو عايز اشوف بروتين معين، لو عايز اشوف حاجه معينه، ما ينفعش الجا للتكنيك ده اللي هو الايه؟ البارافين تكنيك. ممكن ادور على السيلويدن تكنيك. السيلويدن تكنيك ده تكنيك صعب شويه وبياخد وقت طويل شويه، هو شبه البارافين تكنيك بالظبط، بس الكليرنج ان ايثر او ابسوليوت الكحول بدل ما بستخدم الايه؟ الزيلين. الحاجه الثانيه بدل ما بستخدم البارافين كهارد سبستنس بستخدم حاجه شبه الازاز كده اسمها سيلويدين او سيلويدن. السيلويدن بيبقى دايب، بس اول ما يشم الهواء يبقى ناشف بالشكل ده. ما بستخدمش الحراره لان هو بيجي لي دايب اوريدي سوليوشن،
بس هو اللي بينشف اول ما يشم الهواء. يبقى السيلودين تكنيك الميزه بتاعته الادفانتجز بتاعته ان هو بيديني سيكشنز عاليه جدا. لو عايز اتفرج على الديتيلز الحقيقيه من غير ما اعمل لها ديستراكشن استخدم السيلودين تكنيك، ما بستخدمش في الحراره وبالتالي هيفرجني على الاستراكشر بمنتهى الامانه. لو عندي لارج سامبل، لو عندي عايز اتفرج بقى على حاجه كبيره كده، ما اعرفش استخدمه في الفلوبرافين تكنيك، لكن ممكن استخدم السيلويدين تكنيك. لكن عيبه ايه؟ عيب السيلويدين تكنيك ان هو بياخد وقت طويل جدا، المساله بتاخد مني شهر بالقليل شهرين. رقم 2، علشان هو شبه الازاز او يعني الاوت كام بتاعه بقى شبه الازاز، فبقى صعب جدا ان انا اقطعه، التقطيع صعب، وبالتالي ما اقدرش اخد سيريال سيكشن زي ما كنت بستخدم البارافين تكنيك. دي الادفانتج. قلت لكم من شويه ان من الطرق الجميله ان انا استخدم الفريزنج تكنيك. ايه؟ عادي خالص، ادي العينه هحطها في ليكويد نيتروجين، ده الليكويد نيتروجين بالمناسبه يعني، وهحط العينه في البتاع دي وادخلها في الكونتينر ده اللي فيه نيتروجين، يعني هذا النيتروجين بيبقى ليكويد بدل ما هو غاز، عشان يتحول الى غاز فبيضطر يبرد نفسه، فبيخلي الكونتينر ده من جوه سالب 80 تقريبا. يبقى انا كده عملت فريزنج للعينه بتاعتي، جمدتها بقت هارد. طب وبعدين؟ هروح لجهاز تاني خالص اسمه كرايوستاز اللي احنا شايفينه ده. هذا الكرايوستات فيه جوه مايكروتوم، وهو نفسه عباره عن ديب فريزر، احط فيه العينه في المايكروتوم اللي موجوده في الديب فريزر، انا حافظت على الايه؟ على الهاردنس بتاعي، اقطعها لسلايسز واخدها على سلايدز وبعدين اسبغها واتفرج عليها. ادي صاحبتنا اهي حطت العينه وحصل لها هاردنس، وبعدين حطيتها على المايكروتوم وقطعتها لسلايسز واخرتها على السلايد وهتصبغها وتتفرج عليها في ساعة تقريبا. يعني التكنيك هنا بياخد ساعة، يعني ما كناش محتاجين ان احنا نشرح الكلام اللي من الاول ده. ده بنسميه الكرايوستات. الميزة بتاعته طبعا شورت تايم. الحاجة التانية لو انا عايز هيستوكيمستري بقى، يا سلام، انا ما عملتش اي حاجة في العينة، ده العينة زي ما ربنا خلقها انا حافظت عليه. يبقى اذا انا ممكن استخدم هنا الفريزنج تكنيك. لكن عيبه ايه؟ عيبه انه صعب، طبعا صعب جدا التعامل معاه، بيحتاج لتكنيشنز يعني شاطرين جدا ومدربين كويس في الفريزنج تكنيك. وبالمناسبه الكرايوستات بيبقى غالبا موجود في المستشفيات الكبيره جنب اوضه الجراح. ليه؟ علشان الدكتور هو بيعمل عمليه لقى تيومر، يا رب التيومر ده مالجننت ولا بناين. طب وبعدين نحل المشكله دي ازاي؟ طب هي الاول هتفرق معايا انا كجراح؟ طبعا لو بناين خلاص هنشيله ونخلص، لو مالجننت هشيله واشيل حاجات ثانيه كتيره معاه. طب اعرف الحكايه دي بسرعه ازاي؟ بسرعه اروح لبتاع الكرايوستات، اديله العينه دي وخليه يبص لي عليها، يديني قرار في خلال ساعه وانا لسه فاتح بطن العيان، يقول لي هي العينه دي المريض ده بيعاني من بناين تيومر يعني ورم حميد، ولا مالجنان تيومر يعني ورم خبيث. طبعا لو عندي تكنيشن شاطر بيساعدني جدا، لكن على اي حال التكنيك ده لا بينفع اخد منه سيريال سيكشن، شيء طبيعي لان حتى العينه بتاعتي لازم تكون صغيره جدا. الحاجه الثانيه بيحتاج لسبيشال ستيت. احنا خلصنا من القصه دي ان الهيومن بودي بيتكون من سيستمز، والسيستمز دي عباره عن دايجستيف سيستم، ريسبيراتوري سيستم، يورينري سيستم، كارديوفاسكولار سيستم. اقرا السيستمز وخلصها معايا. لكن لو شفنا سيستم واحد منهم زي الدايجستيف سيستم، هل ايه بيتكون من ايه؟ بيتكون من اورجان زي الاسوفاجس، زي الاستومك، زي الانتستين، زي الجلانس اللي موجوده. لو هتكلم عن تفاصيل الجلانس هلاقي عندي سليفري جلانس وعندي ليفر وعندي بنكرياس، الكلام ده كله في الصوره اللي قدامنا دي. الدايجستيف، هذا الدايجستيف سيستم لو عايز اتكلم عن التفاصيل بتاعته لازم الجا لايه؟ للهيستولوجي. يبقى احنا نقدر نقول ان الهيومن بودي بتتكون من سيستم، والسيستم بتتكون من اورجانز، والاورجانز بتتكون من تيشوز، والتيشوز عباره عن سيلز واشياء اخرى. لكن هو الانسان بيتركب ولا بيتكون؟ لا، الانسان بيتكون. يعني انا عايز اقول ان هو بيتكون من سيلز، والسيلز بتعمل تيشوز، والتيشوز بيتصنع منها الاورجانز، والاورجانز بتتكون السيستمز، والسيستمز الاخر احنا بنسميها الهيومن بودي الحقيقه يعني. يبقى السبيرم لما بيعمل انيكيوليشن للاوفم هيتكون عند الزيجوت. هذا الزيجوت عباره عن خليه واحده، والانسان بيطلع من خليه واحده. وتستغرب خليه واحده هتطلع لي هذه الفرايتيز من السيلز؟ ما هي المساله ما هياش سهله وبسيطه، المساله بتاخد وقت، وسبحان الخالق العظيم. الخليه بقت خليتين. يا ترى الخليتين دول مختلفين معاهم خالص؟ الاثنين شبه بعض، بعد 30 ساعه بقوا خليتين شبه بعض، بعد 40 ساعه بقوا اربع خلايا شبه بعض، بعد يومين ونص بقوا 8 خلايا زي بعض. الثمان خلايا دول او ال 16 خليه دول او ال 32 خليه دول او ال 64 خليه دول
هم شبه بعض. ايوه شبه، بس هيبدا يحصل اللي بنسميه الديفرنشيشن. بقى عندي هنا مجموعات غير متشابهه من السيلز، حصل هنا اللي احنا بنسميه ايه زي ما قلت لكم من شويه، ديفرنشيشن. يبقى انا عندي مجموعات متباينه من السيلز. هلاحظ ان السيلز دي بتارانج ان 3 لايرز بشكل رئيسي. الليره الاولانيه بسميها اكتوديرم، واللي في النص بسميها ميزوديرم، واللي جوه خالص دي بسميها اندوديرم. يبقى اذا السيلز اللي كانت خليه واحده وبقت خليتين شبه بعض، وبعدين اربعه شبه بعض، وبعدين ثمانيه شبه بعض، 32 64 128 256 1024 2048 والخلايا عماله تزيد، على طول بيبدا يحصل لها الديفرنشيشن، يعني تبقى 3 لاير. اللي بره بسميها اكتوديرم، واللي جوه بسميها اندوديرم، واللي في النص بسميها ميزوديرم. علشان كده لما اقول لك ان الخليه المعينه او التشو المعين اكتوديرم من اورجن، تبقى عارف ان هو بيطلع من اللاير اللي بره دي. لما اقول لك ميزوديرم يبقى طالع من اللي في النص. لما اقول لك اندوديرم يبقى طالع من اللي جوه. يبقى نقدر نقول ايه تاني؟ نقدر نقول ان الهيومن بودي عباره عن مجموعه من السيلز بتنتظم في تيشوز، هذه التيشوز بتتحول الى اورجانز، الاورجانز بتكون سيستمز، والسيستم احنا بنترجمها على ان هي هيومن بودي. ايه التيشوز بقى اللي اقدر اميزها؟ انا بميز اربع انواع من التيشوز، حاجه اسمها ايبيثيليوم، وحاجه اسمها كونكتيف تيشو، وحاجه اسمها نيرفس تيشو، وحاجه اسمها ماسكولار تيشو. انت لو قعدت في الاوضه بتاعتك كده، في المدرج بتاعك، في السكشن بتاعك، في اوضتك، في اوضه النوم بتاعتك، هتلاقي عباره عن ايه؟ سرير ومكتب وجدران وكهرباء منوره وكوبايه فيها شويه شاي. لما اجي احولهم لتيشوز اقول ايه؟ اقول والله انا عندي خشب وحديد وبلاستيك وازاز. الاربع حاجات دول انا مشكل منهم الاوضه دي. الخشب انا عامل منهم المكتب والكرسي والترابيزه والسرير، يلا كمان الحديد انا صنعت منه كذا وكذا وكذا وكذا، دي بسميها التيشوز. يبقى انا عندي كام نوع من انواع التيشو؟ عندي الابيثيليوم والكونكتيف والماسكولار والنيرفس. دول عندنا في الانترودكشن، هنعرف شويه تفاصيل عنهم في المحاضره اللي جايه علشان نكمل الانترودكشن بتاعتنا. طب الخلاصه، احنا اخدنا ايه النهارده او استفدنا ايه النهارده من المحاضره الطويله دي؟ ولا اي حاجه. عندنا ثلاثه تكنيكس بنسميهم المايكرو تكنيكس، بارافين، سيلويدن، فريزنج. لو هحط عنوان لكل واحده اقول البارافين الموست كومن، السيلويدن الموست ايديال، الفريزنج الموست رابيد. سهله خالص، ثلاث كلمات حفظتهم عن التكنيكس. البارافين تكنيك الستيبس بتاعته، ودي برضو مهمه في الامتحانات بتاعتنا، بتبقى عباره عن تيشو سامبلينج، فيكسيشن، ديهايدريشن، وعرفنا الديهايدريشن باسندنج جريدز اوف الكحول، وبعد كده اعمل لها كليرنج، وبعد كده امبريجنيشن في البارافين، وبعدين اقطعها واسبغها واتفرج عليه. انا عندي بارافين تكنيك، سيلويدن تكنيك، فريزنج تكنيك، هم دول الثلاث كلمات اللي انا حفظتهم النهارده، لكن كل واحده لها ميزاتها. ده بشورت تايم ايزلي ستيند، بياخد منه سيريال سيكشن، ده ميست انه بيديني بيرفكت سيكشن، والاستراكشرز بتاعتي بحافظ عليه، ده برضو الاستراكشرز بتاعتي بحافظ عليها، وبياخد فيري شورت تايم. امال ايه عيوب ده وعيوب ده وعيوب ده؟ ده في حاجات بتضمني زي الفات والكربوهيدرات، وبعدين ما هوش ايديال للهيستوكيمست. لو عايز اشوف التفاصيل الكيميائيه بتاعت النسيج بتاعي ما اروحش ابدا للبارفن تكنيك، لكن ممكن الجا للستيلويدن تكنيك. بس خلي بالك ان هو فيري ديفيكالت من عيوبه. الحاجه الثانيه بياخد وقت طويل جدا، ما ينفعش معايا في حكايه التيومرز دي، وبعدين ايه ديفيكالت تو كات زي ما حكينا. الفريزنج تكنيك عيبه ايه؟ عيبه طبعا ان هو ديفيكالت وبيحتاج سبيشال ستين، وما اقدرش اخد منه سيريا سيكشن. نستفاد ايه من المحاضره دي في حياتنا العمليه؟ ولا حاجه، ولا نقدر نستفاد من اي حاجه. لكن بتاع الباثولوجي هو اللي يقدر، اللي يتخصص في الباثولوجي بيرجع تاني يقرا المحاضره دي مره تانيه، او يسمع المحاضره دي مره تانيه علشان يدخل على التكنيك بتفاصيل. لكن حياتنا العمليه ما بنشوفش فيها الكلام ده خالص، غير ان هو السيكشن يجي لنا جاهز نتفرج عليه، او الريبورت يجي لنا جاهز من معمل الباثولوجي نتفرج عليه ونبقى زي الفل. لكن في حياتنا احنا العمليه كهيستولوجيست، هي دي اللي بتخلينا نترجم لكم الساينس بشكل جيد. طب لو هنحاول نجاوب على الاسئله، الثلاث اسئله دول، علشان نشوف احنا استفدنا من المحاضره بتاعتنا ولا ايه. اخر سؤال، الفولوينج تكنيك سوتابل تو ستين جلايكوجين انسايز السيل، عايز اشوف الجلايكوجين جوه الخليه، استخدم البارافين ولا السيلويدن ولا الفريزنج تكنيك؟ طبعا الاجابه موجوده قدامك، حاولت ايه تركز معاها. في النهايه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون سعدنا بالمحاضره
إن شاء الله مع سلسلة جديدة من المحاضرات مستمرة، هنحاول نخلص فيها كل مقرر الهيستولوجي ومقرر الجينيتك، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية علشان نتكلم عن الجنرال ستراكشرز اوف بيزك تيشوز. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.